البضاعة، فين البضاعة؟ البضاعة فين؟ يا خرب بيتك يا رجب، يا خرب بيتك يا رجب، يا خرب بيتك يا رجب، البضاعة راحت فين؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ليه ده؟ عشان تعرف ان فيا شيء لله، واللي ديله نجس بشمه من على بعد كيلو. ديله نجس؟ تكلمي عن مين يا سماح؟ الزفت رجب، لقيته مخبي الهباب ده في المخزن. رجب يا ابن الحرام، جاب الصنف ده منين؟ ده شيحة مفيش منه ولا سجارة. ايه ده؟ هو ده كل اللي همك؟ لا طبعا، اما واد نجس صحيح بيلعب في الحرام من وراك ومتحمى فيك، ولولا ساتر ربنا كان ممكن يجركوا وراه في داهية. طب ما يمكن يعني يا سموحة البضاعة دي تكون لاستعماله الشخصي؟ بلاش نظلم الناس يا سماح. يا سلام، كل البضاعة دي لاستعماله الشخصي، ولو فرضنا حد يخبيها في المخزن بتاعنا ليه؟ مصطفى لو بيتاجر فيها كان قال لي، ما هو عارف ان انا الصنف ده بحبه وبشتريه ولو بالغلا. يا سي مختار، ده لو قال للدنيا كلها مش هيقول لك انت. اشمعنى؟ عشان لو عرفت هتقلق منه وهتحس انه ممكن يلوثك معاه فتطرده من جنتك، وساعتها هيلود انه يلاقي حد يشغله ويتحامى في ظله. صدقي ممكن ده عيل سيسو يعملها. يا سي مختار، رجب ده خطر عليك. يعني عايزاني اعمل ايه يا سماح؟ تبلغ عنه وتطرده؟ لا 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 لا، كله الا الشوشره يا سماح. لا لا لا، يفتح بقى سين وجيم، ده احنا تجار وراس مالنا هي سمعتنا. لا كفايه ان اطرده بس. طب والبضاعه دي هتعمل فيها ايه؟ البضاعه دي بقى هصادرها لنفسي، ده احنا في ايام ما يعلم بيها الا ربنا. دي كميه ممكن توديك في دهل. عيب بقى، وانا رجب ولا ايه؟ ده انا اخبيها في مطرح الجن الازرق ما يعرفش يوصل لها. انت حر يا اخويا، بس المهم تطرد الجربوع ده وتبعده عننا خالص. اذا كان كده ماشي. يلا قومي اعملي لي كوبايه شاي كده على ما الفي لي سجاره من الصنف المعتبر ده. يلا يا حشيشه قلبي. حاضر. يا ابني ليه يا رجب؟